السلام عليكم. حنايا هنايا في المونتاج تنوجدوا اخر حلقه من حلقات البرنامج ديال اسئله كورونا ديالكم. اليوم غادي تكون الحلقه الختاميه معايا السي احمد مستضراف اللي خدم معنا في هذه المده هذه كامله في العمليه ديال التوضيب ديال الحلقات، خصوصا ديك اللي كنخرجوا فيها نهار السبت. اللي بغيت نقول لكم هو ان اليوم اخر حلقه شوفوها مع 49 دقيقه، ولكن الرساله اللي باغي نقول لكم راه كورونا مازال عايشه معنا، وراه الوضع مازال تيستدعي منا الحيطه والحذر والالتزام بالشروط ديال الوقايه. من الضروري اننا نكونوا ملتزمين بهاد المسائل. راه حنا جالسين هنايا محترمين المسافه، ولان البلاصه راها معقمه والامور كلها عندنا هنا. ملي تنكونوا غادي نخرجوا ولا تنكونوا اكثر من جوج ديال الناس، فراه حنا تنديروا الكمامه واخا هنا في الداخل، وملي نكونوا خارجين ضروري ما نديروا الكمامه، ضروري ما نديو معنا المعقم. راه هاد الامور هادي راه ماشي مع المزاح. انتم شفتوا شنو واقع دابا، وكاين مدن اللي تغلقت تماما ورجعت للنقطه ديال الصفر ديال الحجر الصحي. هاد الشيء اللي ما بغيناش ليكم كاملين، وما باغيينو حتى شي واحد، وما باغيينو شي في البلاد كامله، باش نتغلبوا جميعا ان شاء الله على هاد الوباء ديال كورونا. غادي نقول لكم مره اخرى الى اللقاء في برنامج اخر بحول الله.